هزائم تتوالى على خليفة حفتر بالرغم من كل الدعم المقدم له دولياً، كيف تقيم هذه الهزائم في البداية؟ بداية نجدد التحية كالعادة لأبطالنا الأشاوث الذين يخوضون المعارك كل يوم ويسطرون الملاحم العظيمة على أسوار طرابلس. حقيقة الهزائم التي تتتالى على حفتر وعلى زبانيته، وخاصة معارك أمس وهو في مناطق الساحل الغربي لليبيا، كانت متوقعة عند الكثيرين بحكم أن هذه المناطق لا يبطنها أو لا يتواجد فيها ممن يتبعونه إلا المجموعات التي تتخذ منهجا دينيا المداخلة والسلفيين، هم من يتواجدون في هذه المناطق وهم من يسقطون سيطرتهم بالرعب وبالإعلام وبالفيسبوك وبغيرها من الأدوات. وكانت سبحان الله توفيق من عند الله عز وجل للأبطال، وكانت في أقل من 6 ساعات الانتصارات في 7 مدن 7 مناطق على طول الساحل الغربي تم السيطرة عليها. والآن بالمناسبة قواتنا البطلة تخوض معركة شرسة الآن في قاعدة الوطية الجوية التي يتخذها المجرم قاعدة للطيران الإماراتي ولنزول الدعم وخطوط الإمداد من هناك كلها تخرج يعني. نعم. يوم أمس يعني هناك معركة. نعم. نعم. يوم أمس أستاذ محمد تابعنا يعني إحكام السيطرة على تلك المدن وأيضا السيطرة على الآليات والمدرعات والصواريخ الإماراتية المصرية، برأيكم هذه السيطرة كيف سيكون ردة فعلها على الدول الداعمة لخليفة حفتر؟ حقيقة أتصور أن الدول الداعمة منغرة بهذا الرجل، أم سبحان الله يعني كانت العملية واضحة، المرتزقة هو لا يقاتل إلا بالمرتزقة الجنجويد الآن وبعض من الجنسيات الأخرى. الأشاوث والأبطال أمس في الساحل الغربي وجدوا الدبابات والمدرعات والتايجرات الإماراتية موجودة على الطريق والمجموعات كلها قد هربت، لم يسقط منهم حتى 10 قتلى، يعني هربوا مباشرة وتركوا كل المدرعات. هذا دليل على أن المجموعات التي يستخدمها هي مجموعات مرتزقة وجنجويد لا تفقه حتى في استخدام الأسلحة ولا تفقه في خوض المعارك أصلا، ولهذا لازالت الدول المجرمة تعول على هذا المجرم على هذا المعتدي، لأن ليس في ليبيا غيره يتم التعويل عليه في زعزعة الأمن وفي استمرار هذه الحروب.